مرحبا فيكم حبايبي الدلويين وان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب ويكون شهر حلو ايجابي على الجميع طاقتك كيف حتكون؟ و... حتكون نوعا ما مسيطر على شكله انت بالماضي ما كنت مسيطر عليها شايفه بايدك اللي هو الحظ الفورتشن مش عارفه حظ في ب... رح يكون بين ايديك او رح يكون موجود عندك بالفتره الجاي انت رح تستغرب انه هو موجود يا رب تكون قراءه حلوه لانه معظم الابراج طلعت عندي شوي سل... سلبيه فخايف الناس تزعل مني خلينا نشوف بشكل عام اذا لبرج الدلو ان شاء الله تطلع يا رب قراءه ايجابيه اه راح افتح اول شيء بشكل عام بعدين شوي نشوف العاطفة هيك نظرة خاطفة يعني احنا مفاتحين على قراءة عامة الطرف الثالث ليش ببين انا مش فاهمة فاهمة ليش بنط عندي انا الطرف الثالث بضل ينط عندي الحمد لله لحد الان الورق حلو يا رب اخر ورقتين يكونوا حلوين تطلع قراءه من القراءات حلوه اوه لا حلو الحمد لله يعني برج الدلو ان شاء الله الفتره الجاي ما راح تكون زي الفتره الماضيه آه راح تحارب تكافح تحاول تدافع عن حالك إما بمحكمة إما في جمعة إما في العمل لكن رح يكون معك اللي هو الدليل رح يكون معك السلاح المناسب لأنك تعمل هذا الإشي لأنك يعني رح تظهر الحقيقة رح تاخد حقك رح... المهم أنك رح تكافح في هذا الموضوع ما رح يجيك على الجاهز ولكن رح تربحه رح تكون ربحان لف لمدة طويلة زي ما إحنا شايفين هون الشكل اه فشايف إنه في نتيجة هذا الشيء رح يكون في ترقية لما يكتشف مثلا المدير أو اللي عندك في العمل أو 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 اه لما يكتشف جدارتك أو حتى لو ما كنت تشتغل رح تثبت جدارتك ويصير في عندك دخل إذا ما كان عندك دخل من الأول أو إنه ترقية إذا كان عندك شغل فرح يكون نتيجة انه هذا الموضوع رح يكون نتيجته انه زيادة في الدخل. شوف هون العلاقة الثلاثية. شايف في عندك ممكن يكون موجود علاقة ثلاثية وانت شاكك في العلاقة الثلاثية. ولكن انت بنفس الوقت قادر انك تروض الحبيب. قادر انك تروض اي حدا يا برج الدلو. برج الدلو مقنع جدا يعني بتقدر تروض اي شخص فبنات برج الدلو يعني بتخيل ما في شيء صعب عليهم خاصه في العلاقات العاطفيه بيقدروا يروضوا الطرف الثاني زي ما بدهم ولكن يمكن يكون الحظ احيانا مش معاهم فمش عارفه بس هون بيطلع لي القوه بيطلع لي انه يعني شخص يعني عادي جدا عنده انه يتحدى ويغامر عنده روح المغامرة فعم بشوفك بنفس الوقت عم بتحارب الطرف الثالث ما عم تترك له الساحة يعني انه في انتصار عليه ما عم تترك له الساحة عم تحاول انه تكون العلاقة يعني مستمرة دائمة وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة أو شخص ثالث داخل على علاقة ممكن يكون أي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون فايت طرف ثالث فمش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في أي مجال هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفى وهون شايفه نتيجه الاستشفاء راح يصير ان شاء الله في هاي الفتره في يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقه سلبيه كنت تعاني منها بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس انت بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بيروح يمكن عند معالج طاقة في منكم بمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يضلوا يكرر هذا الموضوع لذلك بشوف عندهم السبع شاكرات انضاف يعني شخص لا يعني شخص عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت اه على حالك على قد ما السنة الجاي خلينا نقول اه او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها نيجي ناخد هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلا ممكن آه نكون عم نقرا قراءه عامه مش عاطفيه يبين فيها شويه عاطفه ممكن اساسا تكون فاتح على العاطفه او قراءه عاطفيه وبين عندك شوي آه امور تانية فنحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقه في العاطفه او لا لكن القراءه هي عاطفيه زي ما بتعرفوا دائما بعيدها انه القراءه العاطفيه هاي قراءه عامه وممكن تكون عكسيه فأكيد ما حتنطبق على الجميع أو يمكن طاقتك ما بتوصلني فكتير في أسباب هون بقول لك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر بأخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك ال الأشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الأشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في في شايفة شوي روح الانتقام بالموضوع ما عم تنسوا شوف حابة تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شيء تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من كتير أزمات أمور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات أو تشالنجز برج الدلو شايفيتك أكتر إشي هون عم تفوق لنفسك عم شوي شوي تهتم في حالك أكثر عم تعمل عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة مش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تأنب حالك يمكن أحياناً أحياناً لأ بالعكس فعم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس قوي كتير هاي الفترة أو حاسة سادسة ف بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في الكرت عم بشوف الحبيب عم بجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف رافع الراية البيضة وجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون قاسي ما تكون خلينا نقول طف تف معاه تكون شوي أكتر. أه هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتكم العاطفية أه يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتو أه تعبتوا على قد ما حتلاقوا أه في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شيء بالسابق أه بدل على انه في يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تسافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة او بعاد عن بعض يعني عاطفيا مو شرط يعني في المكان عم بتشك بالحبيب عم لكن هذا شكك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكاملوا رح تقربوا كتير مع بعض ولكن هذا كلياته بيحتاج جهد منك جهد منه إذا ما صار هذا الجهد ما في فايدة ف وشايفة هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع إنه كل واحد عم يترك الثاني لحتى إنه يرجع اكثر إشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متاكده انها مش عكسيه يعني اللي متاكده منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هذا فعم بشوف حاله كتير هيك انه لا هو مستحيل يرجع انه كذا ولكن جوات قلبه بموت بالحبيب كثير كثير بحبه شايفه للناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم سفر او هجره عم بفكروا فيها لها فت... لهم فتره طويله وين تكمله هذا اهو خلينا نشوف اذا في نصائح لبرج الدلو ممكن تكون مسج من الكون ممكن من الملائكة يعني بقولك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلت لك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بقول لك فعلا انه زي ما قلنا انه بدايه جيده لحتى انت تعمل اكسرسايزز تعمل مش عارفه اللي هو برنامج جديد لحياتك اليوميه تغير في حياتك اليوميه ما تضلك نفس الروتين طول الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكله بتروح بتعمل نفس الشيء اذا كنت مدخن عم بتدخن بكثره عم بتروح للاكستريم في المواضيع فبيقول لك لا انه هيك وهيك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة اهم من انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم انوثة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم بيكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة أو على حساب عيلتهم بيقول لك استمع بإصغاء يعني أنت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بقول لك لا استشير اللي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقول لك اسمع للطاقة الكونية حاول تكون أكثر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحا يعني حاليا عم بتكون شوي بعيد عن روحانيات فبقول لك زود هاي الروحانيات شين الظاهر آه. انه في حدا من العائله عندك او انت شخصيا او الشريك عمل شيء يدعو لل هي كلمة كبيرة بس أنا يعني بترجمها حرفيا إيه للعار أو مش للعار يعني لا ما بعرف صارت فضيحة صارت شي صار شي صار شيء مؤلم يعني صارت مشكلة وكبرت ف إنه رح تمشي عديها حاول تنسى شوف هاي الكروت إذا لبرج الدلو برج الدلو لك في هذا الكرت انه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش قحط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة لك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة اشحن حالك على قد ما تقدر عندك وفرة مالية يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن وكانه في بعديها شوي نزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون في بحكي لك يو ار سيف انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت ما تخاف مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت في عنايه الهيه او انت بيقول لك يو ار سيف فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يا رب انه الاشياء الحلوه تصير والاشياء اللي مش حلوه ما تصير فحبايبي برج الدلو بشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامه